صدق أو لا تصدق، ثورة الروبوتات ستنتزع من البشرية 85 مليون وظيفة بحلول عام 2025، أو هكذا حذر تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا التقرير رجح أن يفضي هذا الأمر إلى تفاقم ظاهرة انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، ومن ثم تعرض العديد من المجتمعات للخطر. وتقول الأرقام إنه في عام 2025 ستقفز نسبة الوظائف التي سينتزعها الذكاء الاصطناعي من البشر إلى 47% من إجمالي الوظائف المتاحة في العالم، مقارنة مع 33% خلال العام الحالي. لكن ما هي الوظائف الرابحة من هذه الظاهرة، وما هي المهن الخاسرة؟ تتمثل المهن التي ستستفيد من هذه الطفرة التكنولوجية في هندسة وصيانة الروبوتات، صناعة وتحليل البيانات الضخمة، هندسة الذكاء الاصطناعي، التسوق الرقمي، أمن المعلومات، تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، مجال إنترنت الأشياء، خدمات تقنية المعلومات، النانو تكنولوجي أو التكنولوجيا متناهية الصغر. أما المهن الخاسرة فهي مدير الحسابات، عامل التجميع في المصانع، موظف خدمة العملاء، المدقق المالي، مدير المخازن، موظف خدمات البريد، صراف البنك، السكرتارية الإدارية والتنفيذية، مراجعة الحسابات، موظفو الاستقبال. وفي المقابل هناك مهن بعينها يكاد يكون من المستحيل على الروبوت تقليدها، كالمعلم في المدارس والجامعات، الرياضي المحترف، القاضي، السياسي، وأطباء الصحة العقلية والنفسية. وينضم إلينا الآن من كاليفورنيا هوبسون لين، مدرس علوم البيانات والمتخصص في الذكاء الاصطناعي بجامعة كاليفورنيا سان دييغو. سيد لين، أهلا ومرحبا بك. هل نحن بالفعل أمام أرقام مقلقة أم لا يمكن للإنسان بالفعل تجاوز هذه الأرقام باستحداث وظائف جديدة للبشر؟ هذا سؤال جيد. معظم الناس يعتقدون أن هذه الوظائف والخسارة الوظائف تحصل، وخاصة في مسألة العمل اليدوي، لذلك في المصانع وفي التسليم وفي أيضا السيارات ذاتية القيادة، هذا بالتأكيد سيكون هنالك زيادة الأداء من قبل الروبوتات في المستقبل. لكن مع ذلك هنالك أمل أننا سنكون قادرين على إيجاد وظائف جديدة وفرص عمل جديدة، مثلا في نطاقات الطاقة المستجدة. مثلا في الوقت الذي نصل فيه هذه النقاط التي تأخذنا في زيادة وتسارع في إدخال الروبوتات، لكن هنالك أيضا شركات بإمكانها أن تساعدنا في حل مثلا مسائل أو تحديات التغيرات المناخية. مثلا التكنولوجيا ليست بمتناول الجميع، ماذا سيترتب على هذا التطور سواء كان في المجتمع أو على الأفراد؟ إن هذا صحيح، معظم هذه التكنولوجيات ستكون متوفرة للمؤسسات لاستخدامها، للقوى العاملة الخاصة بها فيما يتعلق بإدخال التكنولوجيا والروبوتات في عمليات الإنتاج. مثلا كوباتس غالبا ما يتم استخدامها في صناعة الأدوية والصيدليات، وأيضا حيث تتعاون الروبوتات مع البشر وتعد أدوية وعقاقير جديدة وتقوم باختبارها في مستقبل أنت محق. لكن هذه الأمر كما قلت مركز في المؤسسات الكبرى، لكن نحن مثلا هنالك شركات تقوم ببناء روبوتات وأنظمة لأناس مثلا في أوضاع صعبة، مثل الأطفال في النيبال وفي ميانمار، مثلا المشاريع الصغيرة في ميانمار هنالك. وأيضا نقوم ببناء روبوتات هي بإمكان يتم او تكون سعرها ارخص، لذلك هنالك مصادر جديده. حتى الشركات الكبرى مثلا جوجل. شكرا سيد هوبسون. شكرا لك هوبسون لين، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، شكرا لك.
مشاهدينا الكرام تفضل. كان هناك محاولة صينية لقارئ آلي بالذكاء الاصطناعي، لا كانت الأولى، ولكنه فشل أمام أسراننا وعفويتنا. بالتأكيد مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية سهرتنا الإخبارية، إلى اللقاء.